المدينة الأخرى طبعا خاركيف وكيف لم تستطيع. لماذا؟ لأن يعني أنساق الدفاع حتى الآن ثابتة ولم يتم اختراقها نهائيا، ويعني الوسائط النارية المتواجدة على في نقاط الاستناد الدفاعية لا زالت موجودة، ويعني طبيعة الدفاع الأوكراني حتى الآن يعني الاستعواض بالذخيرة واستكمال النواقص حتى الآن يسير على أكبر وجه، وكأنه عندما ينقص مثلا يعني نوع من أنواع الصواريخ الميمدال أو ميمطا يستعوض بدلا منه مباشرة، والأسلحة الرشاشة والمتوسطة والخفيفة يتم استعواض الخسائر بشكل كبير. إذن يعني عملية الخطة الدفاعية الأوكرانية نجحت بشكل كبير جدا، وضاهت العملية الهجومية للروس وطبعا أفشلتها وكسرتها.